الرئيس السيسي يشدد على بذل أقصى الجهد لاستيعاب الضغوط التضخمية مع الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية. مدبولي يترأس اليوم اجتماعات الدورة 31 للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة. الرئيس الأوكراني يؤكد أن بلاده تحرز تقدما بفضل أنظمة الدفاع الجوي الأمريكية والألمانية. منتصف الليل في القاهرة التاسعة بتوقيت جرينتش، نشرة إخبارية جديدة تأتي لحضراتكم بدايتها مع الزميلة سوزان شرارة. إليك سوزان. أهلا بك يا سارة. مشاهدين الكرام أهلا بكم. شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على مواصلة بذل أقصى الجهد لاستيعاب الضغوط التضخمية مع الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية وتعظيم دور القطاع الخاص بما يساعد على تهيئة المناخ الجاذب للمزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية. جاء ذلك خلال اجتماع عقده الرئيس السيسي مع رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي ورئيس المخابرات العامة ووزراء التخطيط والتعاون الدولي والمالية ومستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية. عقد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعا مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والسيد حسن عبد الله محافظ البنك المركزي ولواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي والدكتور محمد معيط وزير المالية ولواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن الاجتماع تناول استعراض مؤشرات الاقتصاد المصري وآخر مستجدات الأوضاع الاقتصادية العالمية في ضوء التحديات السائدة على الصعيد الدولي التي تفرض تبعات اقتصادية على مختلف اقتصادات العالم ومن بينها مصر، حيث تم عرض الإجراءات الجادة التي تم اتخاذها خلال الفترة الماضية لمواصلة تحسين المؤشرات الكلية للاقتصاد وجذب الاستثمارات المتنوعة. كما اطلع السيد الرئيس في ذات السياق على أبرز المستهدفات الاقتصادية خلال المرحلة القادمة وجهود التعاون مع مختلف مؤسسات التمويل الدولية لمواصلة تنفيذ عملية الإصلاح الاقتصادي. أضاف المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس شدد خلال الاجتماع على مواصلة بذل أقصى الجهد للحد من آثار الأزمة على المواطنين واستيعاب الضغوط التضخمية مع الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية وتعظيم دور القطاع الخاص، خاصة من خلال القضاء على المعوقات البيروقراطية وتحقيق مبدأ الحياد التنافسي بما يساعد على تهيئة المناخ الجاذب للمزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية وتعزيز المكتسبات التنموية التي تحققت في مختلف المجالات وبما يدعم الاقتصاد القومي ويرفع مستويات الدخل للمواطنين. ودع الرئيس السيسي الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل مملكة البحرين لدى مغادرته مدينة العلمين، وكان الرئيس السيسي وملك البحرين قد أكد قوة ومتانة العلاقات المصرية البحرينية التاريخية التي ترتكز على دعائم الأخوة والثقة والحرص على تحقيق تطلعات الشعبين الشقيقين في التقدم والبناء والتنمية. صرح بذلك المتحدث باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي. يترأس اليوم الاثنين الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وفد مصر في اجتماعات الدورة 31 للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة والتي تعقد بالعاصمة الأردنية عمان. ومن المقرر أن تشهد الزيارة إلى جانب أعمال الدورة توقيع عدد من الوثائق وإجراء لقاءات بين مسؤولي الجانبين في إطار تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين. عقدت الاجتماعات التحضيرية على المستوى الوزاري للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة في دورتها 31. استعرضت الاجتماعات أهم ما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماعات التحضيرية تمهيدا لانعقاد اللجنة العليا المشتركة برئاسة رئيسي وزراء البلدين والوصول إلى اتفاق بشأن عدد من وثائق التعاون التي تعزز الجهود المشتركة للتنمية في البلدين الشقيقين، لا سيما في مجالات العمالة والصحة والبيئة والثقافة والرقابة المالية وغيرها من المجالات.
صدق وزير الداخلية محمود توفيق على قبول دفعة جديدة من الطلبة الراغبين في الالتحاق بالمعاهد الفنية الصحية الشرطية من الحاصلين على الثانوية العامة والأزهرية للعام الدراسي الحالي والأعوام السابقة بنسبة 60%. تفضل السيد محمود توفيق وزير الداخلية بالموافقة على قبول دفعة جديدة من الطلبة الراغبين في الالتحاق بالمعهدين الفنيين الصحيين الشرطيين بالقاهرة والإسكندرية للعام الدراسي 2023-2024 من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة علم علوم والأزهرية علمي ذكور وإناث للعام الدراسي الحالي أو الأعوام السابقة بحد أدنى 60%، وألا يقل مجموع النسبة المئوية لدرجات اللغة الإنجليزية عن 65% وفقاً لضوابط وشروط محددة موضحها على موقع وزارة الداخلية على الإنترنت. يتم سحب كراسات الالتحاق اعتباراً من 7 من الشهر الجاري حتى 7 من الشهر القادم من مستشفيات الشرطة بمدينة نصر، طنطا، الإسكندرية، أسيوط. وتعد هذه هي الدفعة الثانية التي يتم الإعلان عن قبولها بالمعاهد الفنية الصحية الشرطية، والتي تكون مدة الدراسة بها عامان دراسيان تبدأ بفترة إعداد وتدريب أساسي لمدة 3 أشهر لكل عام بنظام الإقامة وباقي مدة الدراسة بنظام التردد اليومي. وتهدف فترة الإعداد الأساسي إلى الارتقاء بالقدرات البدنية والرياضية للطلبة وفقاً لبرامج تدريبية متطورة. مناهج الدراسة بالمعاهد هي ذات المناهج الدراسية المقررة بالمعاهد المناظرة لها بوزارة التعليم العالي، وتتم في قاعات دراسية متطورة ومجهزة بهدف إعداد كوادر صحية فنية متخصصة قادرة على الارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة من خلال مستشفيات الشرطة. تصرف للطلاب المنتظمين بالدراسة مكافأة مالية شهرية أثناء فترة الدراسة. يمنح الخريج دبلوم المعاهد الفنية الصحية الشرطية ويحصل على درجة معاون أمن ثالث، كما يحصل على كافة الامتيازات والخدمات التي تقدم لأفراد هيئة الشرطة. خريج المعاهد الفنية الصحية الشرطية يمثلون إضافة حقيقية للمنظومة الصحية الشرطية التي تقدمها وزارة الداخلية عبر مستشفيات الشرطة، حيث يحصل الخريجون على فرصة للعمل بهذه المستشفيات مسلحين بعلوم تدريبية وتعليمية متطورة تم إكسابها لهم داخل هذه المعاهد. أسند مجلس إدارة المتحدة للخدمة الإعلامية مهمة رئاسة تحرير جريدة اليوم 7 للكاتبة الصحفية علا الشافعي لتصبح أول سيدة تشغل هذا المنصب منذ تأسيس اليوم 7. تدرجت في المناصب داخل المؤسسة إلى أن شغلت درجة رئيس تحرير تنفيذي للجريدة منذ مشاركتها في تأسيس اليوم 7 عام 2008. وقد أنيطت بالشافعي هذه المهمة الدقيقة برئاسة تحرير جريدة يومية بحجم اليوم 7 إيماناً بكفاءتها المهنية وتتويجاً لمشوارها المميز في بلاط صاحبة الجلالة. يأتي هذا التكليف في إطار دعم وتمكين المرأة والقيادات الشابة في قطاع الصحافة داخل منظومة المتحدة، والتي تمتلك الحصة الأكبر من وسائل الإعلام في السوق المصرية. حصلت الكاتبة الصحفية علا الشافعي على شهادة البكالوريوس في تخصص الإعلام قسم صحافة، كما عززت من معارفها ودراساتها الأكاديمية بحصولها على درجة بكالوريوس من المعهد العالي للسينما قسم سيناريو، كما عملت في عدد كبير من الصحف المصرية والعربية أبرزها الأهرام والحياة اللندنية والوطن، كما ترأست تحرير الكثير من البرامج التلفزيونية في قنوات دريم والحياة حياة وعون، وساهمت في تقديم برامج إذاعية وتلفزيونية. وفي عام 2018 شغلت منصب نائب رئيس تحرير الأهرام.
تنضم إلينا الآن عبر الهاتف الكاتبة الصحفية علا الشفعي. أهلا بحضرتك يا فندم. مساء الخير. مساء الخير عليك. مساء الخير يا فندم. وفي البداية بهني حضرتك على المنصب، وبالطبع هناك الكثير من الخطط للفترة القادمة، حضرتك ممكن تكلميني عنها. متشكرة خالص تهنئتك ومرسي جدا. بصي، مبدئيا هي المهمة صعبة وتحتاج قدر كبير من العمل طول الوقت وبذل مجهود. يعني أنا دايما رهاني إن أنا يعني أنا مؤسسين المؤسسة وجزء من اليوم السابع، فبالنسبة لي يعني هو كله من فريق العمل. الروح بس ترجع تاني، نبقى الناس روح إيجابية وجيدة، وأنا دايما براهن على إن الناس كل ما بياخدوا طاقة إيجابية ده بيفرق كتير في الشغل وتطوير الشغل. طبعا يعني أنت شايفة الطفرات اللي بتحصل في الإعلام على مستوى الديجيتال وغيره، فلازم نكون مواكبين لحاجات كتيرة من ده في ملفات عديدة، سواء ما يتعلق بالتلفزيون الأونلاين، سواء ما يتعلق حتى بطبيعة الأخبار وصياغتها والسرعة والسرعة، لأن ده كان من الحاجات المميزة جدا اليوم السابع، هو سرعة نقل الأخبار. فأتمنى إن إحنا نعود تاني باليوم السابع زي ما كان وأفضل بكتير. نعم، يعني السيرة الذاتية احنا قريناها دلوقتي مليئة بالعديد من الصراحة الإنجازات، فيعني الكاتبة الصحفية علا حضرتك ممكن تكلمينا عن أهم الملفات أو أبرزها اللي هيتم التركيز عليها في الفترة المقبلة. بشكل كبير يعني احنا دلوقتي في مرحلة يعني هيبقى عندنا ما يتعلق بكل ما هو خدمي. يعني انا دايما بشوف ان صحافة الخدمة هي صحافة مهمة جدا في الفترة اللي جاية، يبقى في تركيز كبير عليها. عندنا ملفاتنا، الملفات اللي احنا شغالين عليها، الملفات سواء في السياسة او في الاقتصاد المصرية، ده طبعا فيها متابعة وابديت طول الوقت. زي ما قلت لك ان يبقى في خطط لتطوير كل ما له علاقه بالديجيتال والسوشيال ميديا، ده هيبقى شغل عليه مجهود كبير الفتره اللي جايه، لان احنا في حياه المنافسه كمان حوالينا شرسه جدا من كل وسائل الاعلام في المنطقه العربيه ودول العالم، فلازم نكون مواكبين لكل اللي بيحصل ده من تطور. نعم، استاذه علا، جريده اليوم السابع جريده يعني ليها رونقها ليها تاريخها، حضرتك بترتكزي على الكثير من الملفات الفتره المقبله والتطوير الفتره المقبله. نقدر نقول ايه اللي هيميز اليوم السابع الفتره اللي جايه من شغل عن باقي الصحف؟ خلينا احنا لسه يعني النهارده اهو، بكره عندنا اجتماعات اوليه ومبدئيه نبتدي نتناقش فيها في تطوير حاجات كتير جدا. وعندنا احنا كمان احداث مهمه الفتره اللي جايه، احداث مهمه جدا يجب ان نكون مستعدين ليها بشكل كبير جدا. انا الحقيقه وانت بتقولي دلوقتي، انا عارفه ان اول حاجه بالنسبه لي يعني في ملفات مش هقدر اكون بتكلم معاكي فيها بشكل على الهواء. نعم. لان ده انت عارفه احنا في منافسه. بالطبع انا الحقيقه ملفات اكتوبر وملفات تانية كتير جدا نبتدي نشتغل عليها الفتره اللي جايه بشكل اكثر تنظيما وتركيز ان شاء الله باذن الله. الصراحه اضافه كبيره جدا لليوم السابع استاذ علا، بشكر حضرتك جزيل الشكر وبهنئك مره اخرى على ترقصك. والكاتبه الصحفيه علا الشفعي كانت معانا على الهاتف مره اخرى، بشكرها. أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن قناة السويس كأهم وأسرع شريان ملاحي في العالم نجحت في تعزيز مكانتها وريادتها وتحقيق نقلة نوعية في حركة الملاحة والحمولات والإيرادات والمشروعات، وذلك بفضل 9 سنوات من مشروعات الازدواج والتطوير والتوسعة والتعميق. وكشف تقرير المركز عن الرؤية الدولية الإيجابية لقناة السويس، حيث ذكرت مجموعة أكسفورد للأعمال عام 2022 أن القناة تعد واحدة من أكثر الممرات المائية استخداما بالعالم، وتمثل 12% من حركة الشحن والتجارة الدولية، وتعتبر بوابة لوجستية رئيسية لربط أوروبا بآسيا والشرق الأوسط، فضلا عن كونها مصدرا رئيسيا للإيرادات.
المزيد بشأن إسهام قناة السويس الجديد في رفع إجمالي إيرادات القناة في العرض التالي مع الزميل لؤي أباضة. أهلا بكم. سيظل 6 أغسطس يوما مفصليا في حياة المصريين وملحمة وطنية سطرها الشعب مع قيادته السياسية، حيث كان شاهدا على تدشين قناة السويس الجديدة، ذلك الحلم المصري العظيم الذي أضاف للعالم شريانا جديدا لتسهيل البلاحة البحرية وأحدث نقلة اقتصادية كبيرة. تم حفر قناة السويس الجديدة بشكل موازن للقناة القديمة من أجل تسهيل وتسريع عملية مرور سفن الشحن عبر القناة في كلا الاتجاهين، والتقليل من مدة انتظار السفن، بالإضافة إلى زيادة القدرة الاستيعابية للقناة من أجل التمكن من استيعاب النمو المستقبلي المتوقع لحركة التجارة العالمية. وخلال 8 سنوات من افتتاحها، أسهمت القناة الجديدة في تحويل قناة السويس من معبر تجاري ذي أهمية استراتيجية واقتصادية هائلة في حركة التجارة العالمية إلى مركز صناعي ولوجستي عالمي لإمداد وتموين النقل وحركة التجارة. كما أسهمت القناة الجديدة في ارتفاع إجمالي إيرادات قناة السويس لتسجل أرقاما غير مسبوقة على مدار تاريخها، محققة أعلى إيراد سنوي مالي بلغ 9.4 مليار دولار، وذلك على الرغم من الأزمات العالمية المتتالية التي واجهتها القناة، بداية من جائحة كورونا ومرورا بأزمة الركود العالمي والأزمة الروسية الأوكرانية. وعلى صعيد الجدوى الفنية، نجحت قناة السويس الجديدة في تحقيق المستهدف منها بزيادة الطاقة العددية والاستيعابية للقناة، ليصبح متوسط أعداد السفن المارة خلال العام الماضي 2022 ما يقرب من 68 سفينة يوميا مقابل 47 سفينة كمتوسط يومي للعبور عام 2014، وذلك قبل افتتاح القناة الجديدة. كما ارتفعت قدرة القناة على استقبال السفن العملاقة ذات الغواطس الكبيرة بعد زيادة عمق القناة إلى 24 مترا، بما أسهم في رفع التصنيف العالمي للقناة ومكنها من مواجهة تحديات المنافسة مع الطرق البديلة أو المحتملة. كما مثلت القناة الجديدة انطلاقة لمشروعات جديدة، من بينها مشروع تنمية منطقة قناة السويس وتوسعة ميناء شرق بورسعيد، بالإضافة إلى تطوير القطاع الجنوبي والذي سيتيح زيادة الطاقة الاستيعابية في القناة بمعدل 6 سفن، وزيادة عامل الأمان الملاحي في ذلك القطاع بنسبة 28%. هذه النجاحات لم تكن وليدة الصدفة، بل جاءت نتاجا للتخطيط الاستراتيجي والعمل الدؤوب والتطوير المستمر وتبني سياسات تسعيرية وتسويقية مرنة كان لها بالغ الأثر في جذب خطوط ملاحية جديدة والتعامل بمرونة مع المتغيرات الحادثة في صناعة النقل البحري. مشاهدينا الكرام، كان هذا عرضا موجزا عن ذكرى افتتاح قناة السويس الجديدة وجهود تطوير المجرى الملاحي. شكرا على طيب المتابعة. حرصت الدولة على دعم التنافسية والمكانة المتميزة التي تتمتع بها قناة السويس، ووضعت الدولة استراتيجية شاملة لتطوير القناة ومجراها الملاحي وجميع مرافقها. We'll be right back.
تتواصل بالقاهرة فعاليات ملتقى تطوير المناهج رؤى وتجارب، والذي تنظمه وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع منظمة اليونيسف مصر. يعد الملتقى هو الأول للتعليم المصري والذي تطلقه الوزارة، ويهدف إلى إطلاق رحلة تطوير مناهج المرحلة الإعدادية والاستفادة من الخبرات المحلية والدولية في ذلك، وعرض أفضل الممارسات. تطوير خطة الدولة، فما نفعله الآن هو استكمال منظومة التطوير اللي بدأناها في المرحلة الابتدائية، وعشان كده بنستكمله في المرحلة الإعدادية. وعايز أقول لكم قريباً 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 سنصعد لتطوير مناهج المرحلة الثانوية، لأنني أعلم أنها في أشد الاحتياج للتطوير، عشان انتوا شايفين الحالة اللي ولدنا عليها في المرحلة الثانوية. السادة من الجهات الدولية اللي أنا بشكركم جدا على التعاون معنا في هذا الإطار، لأن لازم المناهج تنطلق من معايير دولية، فكر عالمي ونفذ محلي. احنا هدفنا أصلا هدفنا طالب مواصفاته، لأن الدنيا اتغيرت من حوالينا. كان زمان إن احنا نديله نصوص دراسية أو مواد كتب مكدسة بالمعلومات ويجتازها ويحصل على الشهادة وشكرا. طب بعدين استفاد ايه بقى؟ منذ ان اطلق السيد الرئيس استراتيجية بناء الانسان المصري في 2018 اكد كده على طول، عايزين ولادنا يكونوا متعلمين، مش مجرد حاصلين على شهادة. والصراع الرهيب اللي انتوا شايفينه، واحنا كمان لسه في احداث الثانوية العامة، كله عايز يجيب درجة. انا ما عنديش مشكلة ان انت تاخد درجة، بس تكون متعلم كويس، يعني تبقى عندك المهارات اللي انت بعد كده هتعرف تنافس بيها وتكتسب مهارات، وعندك مهارات عشان تنافس بيها في سوق العمل. سوق العمل الوقت مش هيحتاج منك شهادة فقط، هيعمل لك مقابلات وتعرف ازاي تجتاز هذه المقابلات. انا بصراحة الهدف الاستراتيجي الكبير اللي قعدت اتكلم معاه مع الدكتورة ميرفت واللجنة الموقرة، هدفنا تحسين جودة حياة الطلاب وأسرهم. أرجوكم تتذكروا هذا المنشط، هدفنا تحسين جودة حياة الطلاب وأسرهم. عشان كده لازم التعليم يبقى ممتع، أنشطة تبقى ممتعة، ولو الطالب بقى مستمتع هو بيدرس هيفكر بشكل جيد. نطلع بعد دراستنا من الثلاث سنين بالحاجات الأساسية، المهارات اللي هي life long learning دي اللي هتعليه يتعلم مدى الحياة. We at UNICEF appreciate the close collaboration between UNICEF and you and your ministry in the largest country in the region. مصر تواجه العديد من التحديات، إلا أنها حققت العديد من الإنجازات، من بينها التوسع في الإتاحة في المرحلة الابتدائية لجميع الأطفال في أكبر دولة في المنطقة، فضلاً عن التوسع الكبير في التعليم الإعدادي والثانوي وتحقيق المساواة بين الجنسين في جميع مراحل التعليم، فإن ذلك سيحقق عائداً ديموغرافياً هائلاً. أود أن أؤكد على حرص معالي الوزير والمنظومة التعليمية التي تعمل تحت قيادته على تعزيز الشراكة، باعتبار أن التعليم مشروع مجتمعي وصالح عام ونفع مشترك. ومن هذا المنطلق كان الملتقى التربوي لتطوير المناهج الذي نحن بصدد فعالياته على مدار اليوم والغد، ويضم نخبة متميزة ومتنوعة الأطياف، آملين وواثقين أن هذه الرؤية المنفتحة سوف تحقق الثراء الفكري ومخرجات تليق بهذا الحدث، وترقى لوضع لبنة جديدة في الجمهورية الجديدة التي ننشدها جميعا بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية. المهمة اللي كلفنا بيها هي إعداد منهج المرحلة الإعدادية.
لازم نعرف أنه المرحلة الإعدادية يسبقها مرحلة، وهي مرحلة ابتدائية ويليها المرحلة الثانوية، وبالتالي إحنا كانت مهمتنا أننا نعبر بالأولاد القادمين إلى المرحلة الإعدادية بعد انتهائهم من المرحلة الابتدائية من الصف الأول إلى الصف السادس، ونعدهم ونضمن لهم رحلة انتقال سلسة منضبطة يعني هادفة وفعالة للانتقال السلس إلى المرحلة الثانوية. أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن تعاونها مع مركز البحوث الطبية والطب التجديدي التابع للقوات المسلحة، وكذلك مع عدد من الجامعات لدراسة استخدام تكنولوجيا الجينوم البشري في اختيار أبطال مصر الرياضيين. كما أعلنت إدارة الطب الرياضي بالوزارة عن بدء المرحلة الثانية من مشروع تأهيل المعدين النفسيين لعام 2023-2024 لتطوير جانب الإعداد النفسي للرياضيين المصريين على أسس علمية حديثة. الحقيقة إحنا النهاردة في طفرة كبيرة جدا، طفرة بتساوي الجمهورية الجديدة. إحنا موجودين لإعلان وإطلاق العمل في الجينوم الرياضي المصري. احنا في لجنة كبيرة طبعا اهمها تعاوننا مع القوات المسلحة وقطاع الطب طبعا ومركز الجينوم المصري، وكل الشكر والتقدير لمعالي وزير الدفاع والقيادات المختلفة الحقيقة على التعاون في هذا المشروع الكبير جدا. احنا هندخل الجينوم الرياضي المصري. الجينوم الرياضي المصري مبني على التحليل الجيني في عملية الانتقاء من البداية، أهمها المشروع القومي الموهبة والناشئين، وأيضا التحليل الجيني وما يتتبع للبطل الرياضي، وعمل جين رياضي مصري لكل الألعاب وتصنيفه في كل الألعاب. هو طبعا مشروع المعد النفسي ده مشروع كبير جدا جدا، بدأناه من نوفمبر العام الماضي، وأعلنا في الكلية التربية الرياضية وأعلنا في المدريات عن اللي عنده فرصة أو عنده استعداد يقدر يشارك معنا في هذا المشروع، وتقدم لنا في حدود 200 واحد من المدريات وكلية التربية الرياضية ورؤساء أقسام. طبعا اتعمل مقابلات شخصية، اتعمل اختبارات شفهية لهم، واختبارات نظرية واختبارات تطبيقية وتمرينات، كل ده لجنة مشكلة طبعا لجنة كبيرة من أساتذة علم النفس في مصر، والحمد لله وصلنا ل 59 شخص اللي احنا بدأنا نشتغل عليهم ونجهزهم ونأهلهم يشتغلوا معانا في المشروع القومي للموهبة الناشئين، يشتغلوا معانا في مشروع كابيتانو، ويشتغلوا معانا في ذوي الاحتياجات في اللجنة البرلمانية، وبدأوا يجيبوا نتائج فعلا كويسة جدا جدا، وبدأ يحصل فارق جدا في الشغل اللي بيتم. فريق عمل متكامل من جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا من كلية الباي تكنولوجي سوف يشارك بإذن الله سبحانه وتعالى في البحوث الخاصة بتحديد من هو البطل الذي سوف يستطيع أن يحقق أعلى الدرجات إن شاء الله في البطولات العالمية والأولمبية بإذن الله، من خلال تحديد الطفرات الجينية اللي هي هتكون موجودة في هؤلاء الأطفال الشباب اللي هم من ناشئين في الأول وبعدين الأبطال نفسهم. هيئة كل ده يكون مهم جدا ان هو نحققه من خلال التعاون المشترك ما بين وزارة الشباب والرياضة ومركز البحوث الطبية والطب التجديدي بوزارة الدفاع، اللي هو الحقيقة المكان الرئيسي الذي سوف تقوم به هذه الأبحاث وهذا المشروع القومي.
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إن أوكرانيا تحقق نتائج كبيرة بفضل أنظمة الدفاع الأمريكية باتريوت والألمانية إيرستي. أوضح زيلينسكي أنه تلقى تقريرا عن استخدام أنظمة الدفاع الجوي المتقدمة والتي حصلت عليها كييف من الشركاء في إشارة إلى أنظمة الدفاع الأمريكية والألمانية. أضاف زيلينسكي أن أوكرانيا أحبطت جزءا كبيرا من الهجمات الروسية خلال الأسبوع الماضي، بما في ذلك إسقاط 65 صاروخا من أنواع مختلفة و178 طائرة مسيرة هجومية. أكد المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أن بلاده تريد السيطرة في خضم العملية العسكرية بأوكرانيا على المناطق الأوكرانية المدرجة في الدستور فقط. وأضاف المتحدث الصحفي باسم الكرملين أنه لا توجد أسباب لإبرام اتفاق مع أوكرانيا في الوقت الحالي، مشيرا إلى أن موسكو ستواصل تنفيذ العملية العسكرية. قال سلاح الجو الأوكراني إن روسيا شنت عدة موجات من القصف على البلاد باستخدام 70 سلاحا للهجوم الجوي، بما في ذلك صواريخ كروز وصواريخ فرط صوتية وطائرات مسيرة. أضاف سلاح الجو إن الدفاع الجوي الأوكراني دمر 30 من أصل 40 صاروخ كروز وكل الطائرات المسيرة التي أطلقتها روسيا، وبلغ عددها 27 مسيرة. فيما قال المتحدث باسم السلاح الجوي الأوكراني إن أحد الأهداف الرئيسية للهجوم الروسي كانت منطقة خيميلنيتسكي. أعلن رئيس جمهورية القرم الموالي لموسكو سيرجي أكسينوفا أن جسر تشونغارسكي الواقع على حدود شبه جزيرة القرم ومنطقة خيرسون تضرر جراء هجوم صاروخي شنته القوات الأوكرانية. كما أكد أكسينوفا بدء أعمال الإصلاح وعدم وقوع ضحايا جراء القصف. ومن جانبه قال القائم بعمل حاكم مقاطعة خيرسون المعين من قبل موسكو فلاديمير سالدو إن حركة المرور على الجسر متوقفة لحين إصلاح الأضرار الناجمة عن القصف. أعلنت وزارة الدفاع الروسية بشن ضربات بأسلحة جوية وبحرية دقيقة بعيدة المدى على القواعد الجوية الأوكرانية بمقاطعتي خيميلنيتسكي وريفينا، مؤكدة تدمير جميع الأهداف المحددة. أفادت الدفاع الروسية بصد جميع المحاولات الهجومية من قبل أوكرانيا خلال 24 ساعة الماضية في محاور دونيتسك وكوبيانيسك زابوريجيا وغيرها. أعلن البنك المركزي عن ارتفاع الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية بنحو 72 مليون دولار. وأوضح البنك المركزي أن صافي الاحتياطات النقدية ارتفع ليبلغ نحو 34.878 مليار دولار بنهاية يوليو الماضي. في ظل المعاناة التي يواجهها البريطانيون، أعربت جمعيات المستهلكين عن قلقها من التوقعات باستمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية لبقية العام الجاري، ما يعني مزيدا من الضغوط على ملايين الأسر والأشخاص. المزيد نتابعه في سياق التقرير التالي. قلق بين البريطانيين مع استمرار الأسعار في الارتفاع وتوقعات بأنها لن تأخذ المنحنى الهبوطي خلال العام الجاري. جمعيات المستهلكين أعربت عن قلقها من التوقعات باستمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية لبقية العام في ظل المعاناة التي يواجهها المواطنون، ما يعني مزيدا من الضغوط على ملايين الأسر والأشخاص ذوي الدخل المحدود. بدورها حذرت هيئة المنافسة والأسواق في بريطانيا من وجود ضبابية في عمليات تسعير منتجات البقالة، بينما يؤكد خبراء الاقتصاد أن عصر المواد الغذائية الرخيصة قد انتهى في المملكة المتحدة. يأتي ذلك بعد أن رجح بنك إنجلترا أن تحافظ أسعار المواد الغذائية على ارتفاعها لبقية العام، مضيفا أن هناك اتفاقا واسع النطاق على أن تضخم أسعار المواد الغذائية قد وصل إلى ذروته الآن. البنك أفاد أيضا بأن تضخم
تضخم التكلفة الذي عانى منه منتجو المواد الغذائية لا يزال أعلى بكثير من المعتاد، وقد يستغرق وقتا حيث سيواجه عدد من منتجي المواد الغذائية ضغوطا هائلة جراء تكلفة الأجور والطاقة، في حين لن تستفيد العديد من الشركات البريطانية من انخفاض أسعار الغاز حتى عام 2024 إلى أن يتم تجديد عقود الطاقة الخاصة بها. عودة ارتفاع الأسعار والتضخم إلى دائرة الضوء جاء بعد قرار بنك إنجلترا برفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس لاحتواء التضخم المرتفع. ذكرت الحكومة البريطانية أن سقف السعر بالنسبة للنفط الروسي الذي فرضته دول مجموعة السبع ودول أخرى لا يزال يضر بعائدات الطاقة في موسكو. وقالت وزارة الخزانة البريطانية إن مركز أبحاث الطاقة والهواء النظيف قدر بشكل مستقل أن سقف السعر على النفط الخام يكلف روسيا نحو 160 مليون يورو يومياً. انخفضت صادرات الشركات الكورية الجنوبية المتوسطة والصغيرة خلال النصف الأول من هذا العام بمقدار 5.5%، وأرجعت وزارة الشركات المتوسطة والصغيرة الحجم والشركات الناشئة هذا الانخفاض إلى ضعف صادرات من السلع الوسيطة إلى الصين وفيتنام، وذلك نتيجة لتباطؤ الاقتصاد العالمي وأيضا انخفاض صادرات مجموعة اختبار كورونا للاستخدام الذاتي. تستعد إسبانيا لمواجهة موجة حر جديدة، ووضعت الأندلس في حالة إنذار برتقالية مع توقع تجاوز درجات الحرارة 40 مئوية وفقا لوكالة الأرصاد الجوية الوطنية. يذكر أنه في عام 2022 دمرت مساحة 300 ألف هكتار إثر اندلاع أكثر من 500 حريق في إسبانيا، وهو رقم قياسي في أوروبا وفقا لنظام معلومات حرائق الغابات الأوروبي. دمرت حرائق غابات في وسط البرتغال نحو 7000 هكتار، كما تسببت الحرائق في إصابة 11 شخصا بجروح طفيفة، فيما لا يزال أكثر من 1000 عنصر إطفاء يحاول إخماده، وذلك وفق ما أفادت الحماية المدنية. ومع درجات حرارة تجاوزت أحيانا 40 درجة مئوية، حذرت الحماية المدنية من أن خطر اندلاع حرائق سيكون مرتفعا جدا في مختلف أنحاء البرتغال خلال الأيام المقبلة. أصيب 21 شخصا وتعرضت 126 بناية لأضرار بعد زلزال ضرب إقليم شاندونغ شرقي الصين. ذكر التلفزيون المركزي الصيني أن مجموعة سكك حديد الصين قامت بتعليق بعض عمليات القطارات على مسارات تشمل سكك حديد بكين شانغهاي وبكين كولون بعد الزلزال، فيما أفاد مركز شبكات الزلزال الصيني أن الزلزال الذي وقع على عمق 10 كيلومترات كان بقوة 5.5 درجة. رفعت السلطات في شمال شرق الصين مستوى الاستجابة للطوارئ مع ارتفاع روافد نهر سانغوا إلى مستويات خطيرة بعد أيام من الأمطار الغزيرة الناجمة عن إعصار دوكسوري. قالت وزارة الموارد المائية الصينية إنها رفعت الاستجابة للفيضانات إلى المستوى الثالث في منغوليا الداخلية وجيلين وهيلونغ جيانغ. بعد أيام من الأمطار الغزيرة الناجمة عن إعصار دوكسوري، رفعت السلطات في شمال شرق الصين مستوى الاستجابة للطوارئ مع ارتفاع روافد نهر سونغوا إلى مستويات خطيرة.
وزارة الموارد المائية الصينية أشارت إلى أنها رفعت الاستجابة للفيضانات في مناطق عدة إلى المستوى الثالث من أصل 4 مستويات تعتمدها بكين. ومن بين أحدث المناطق التي عانت من آثار الإعصار دوكسوري إقليم هيلونغيانغ المعروف باسم مخزن الحبوب الشمالي الكبير في الصين. وفي إقليم خبي في شمال الصين نزح قرابة 1,000,000 شخص من منازلهم بعد أمطار غزيرة أجبرت السلطات على تصريف المياه من الأنهار التي فاضت على ضفافها إلى بعض المناطق السكنية لتخزينها لإنقاذ العاصمة بكين. وعلى مدى أسبوع واحد من أواخر يوليو شهدت منطقة حوض نهر هاي التي تشمل خبي وبكين وتيانغن والتي يبلغ عدد سكانها 110 ملايين نسمة أخطر فيضانات منذ 6 عقود. ووفقا لقوانين التحكم في الفيضانات عندما يتسبب الفيضان في تجاوز المياه للخزانات فقد يتم توجيه المياه مؤقتا إلى ما يسمى مناطق تخزين الفيضانات بما في ذلك الأراضي المنخفضة المأهولة بالسكان. يأتي هذا بينما أرسل المقر الوطني الصيني لمكافحة الفيضانات والإغاثة من الجفاف 10 فرق للمساعدة في أعمال الإنقاذ والإغاثة في المناطق المتضررة من الفيضانات في شمالي وشمال شرقي البلاد. تتواصل فعاليات مهرجان العلمين الجديدة في نسخته الأولى حتى 26 أغسطس الجاري. ضمن فعاليات المهرجان أحيا كل من النجم تامر عاشور وإليسا حفلا غنائيا حمل شعار كامل العدد وحظي بإشادات واسعة وتم خلاله تقديم مجموعة من أجمل الأغنيات. وسط إقبال وتفاعل جماهيري كبير يواصل مهرجان العالمين الجديد فعالياته حتى 26 أغسطس الجاري. وضمن فعاليات المهرجان أحيا كل من النجم تامر عاشور وإليسا حفلا غنائيا حمل شعار كامل العدد وحظي بإشادات واسعة وتم خلاله تقديم مجموعة من أجمل الأغنيات. وخلال حفله وجه النجم تامر عاشور الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على مجهودها في مهرجان العالمين والتبرع بعوائده إلى مبادرة حياة كريمة. عايزين يا جماعة نشكر الشركة المتحدة مجهود التصيع وعلى تبرعها بأرباح الحفلات المهرجان لصالح حياة كريمة. عايزين نسمع لهم تحية كبيرة جدا جدا جدا. المهرجان الذي يستقبل نحو 1,000,000 زائر من داخل مصر والوطن العربي يتضمن إقامة حفلات فنية وغنائية لكبار مطربي مصر والعالم العربي. بدأت بالفنان تامر حسني تلاه العديد من الفنانين مثل أحمد سعد ورغب علامة ونانسي عجرم ومحمد منير وحميد الشاعري وسط مشاركة جماهيرية واسعة وتفاعل غير مسبوق. وفي لفتة مميزة أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية إذاعة حفلات مهرجان مدينة العالمين الجديدة وذلك تماشياً مع سياسة الشركة الهادفة لتقديم خدمات متميزة لجميع أفراد الأسرة ومشاهدي قنواتها فضلاً عن إعلانها تبرعها بصافي عوائد المهرجان لمبادرة حياة كريمة. وشهد مهرجان العالمين الجديدة الحدث الترفيهي الأكبر في الشرق الأوسط منذ بداية فعالياته يوم 13 يوليو الماضي عدداً كبيراً من الفعاليات الترفيهية الفنية والرياضية. وتستمر تلك الفعاليات طوال موسم الصيف ليقدم تجربة صيفية فريدة على ساحل البحر الأبيض المتوسط. رياضياً
وقد تأهل فريق الشباب السعودي إلى نصف نهائي البطولة العربية بعد فوزه على نظيره الوحدة الإماراتي بركلات الترجيح بنتيجة 5-4. ومن المقرر أن يلتقي الشباب بنظيره الهلال في نصف نهائي البطولة الأربعاء المقبل، وذلك عقب فوز الهلال على الاتحاد بثلاثة أهداف لهدف. تأهل النصر السعودي إلى نصف نهائي البطولة العربية بعد فوزه الكبير على الرجاء المغربي بثلاثة أهداف لهدف في إطار مباريات الدور ربع النهائي من البطولة العربية. وسيواجه النصر السعودي في الدور نصف النهائي فريق الشرطة العراقي يوم الأربعاء المقبل. هذا وكان الفريق العراقي قد تأهل لنصف النهائي بعد فوزه على السد القطري بأربعة أهداف لهدف. حقق فريق أرسنال لقب الدرع الخيرية بإنجلترا بعد الفوز 4-1 بركلات الترجيح على مانشستر سيتي بعد تعادلهما بهدف لمثله باستاد ويمبلي. سجل أرسنال أول أربع ركلات ترجيح، فيما أهدر كيفن دي بروين ورودري ركلتين لتنتهي أمل سيتي في إحراز اللقب. أعلن نادي التعاون السعودي تعاقده مع البرازيلي أندري جيراتو قادما من نادي نانت الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية بعقد لمدة موسمين. وأوضح التعاون أن إدارة النادي أنهت إجراءات التوقيع مع اللاعب حتى عام 2025. وشارك جيراتو مع نانت في 36 مباراة بالدوري الفرنسي الموسم الماضي، سجل خلالها هدفا وصنع آخر، كما خاض 4 مواجهات بكأس فرنسا و7 بالدوري الأوروبي. يسعى المحترفون المصريون في الدوريات العالمية لمواصلة تحقيق الإنجازات خلال الموسم الجديد من المسابقات الأوروبية. المزيد نتابعه في سياق التقرير التالي. المحترفون المصريون في الدوريات العالمية يبحثون عن مواصلة تحقيق الإنجازات خلال الموسم الجديد من المسابقات. وبعد أن خلد الدولي المصري محمد صلاح اسمه وسط أساطير ليفربول الإنجليزي وحقق العديد من الألقاب الفردية، يسعى الآن لمواصلة تحطيم الأرقام القياسية وتحقيق الألقاب مع فريقه الإنجليزي. الفرعون المصري أظهر تألقه خلال فترة الإعداد للموسم الجديد ليؤكد جاهزيته بقوة لمواصلة كتابة التاريخ على الملاعب الإنجليزية. أما الدولي المصري محمد النني لاعب فريق أرسنال فيسعى لمواصلة تعلقه مع فريقه بعد غياب دام لأشهر نتيجة الإصابة التي تعرض لها في منتصف الموسم الماضي. وشارك محمد النني نجم منتخب مصر في تدريب فريق أرسنال الإنجليزي في ولاية لوس أنجلوس خلال فترة الإعداد للموسم الجديد ليؤكد استعداداته لذلك التحدي الجديد. وفي الدوري الألماني يسعى الدولي المصري عمر مرموش المنضم حديثا إلى فريق أينتراخت فرانكفورت من فولفسبورغ في فترة الانتقالات الصيفية الحالية إلى إثبات جدارته بالبقاء في الدوري الألماني. وأظهر مرموش مهارة فائقة خلال معسكر إعداد فريقه للموسم الجديد، ولاقت موهبة عمر مرموش ترحيبا من زملائه في مرحلة جديدة يغلب عليها التحدي. وسيبدأ عمر مرموش مشواره في الدوري الألماني مع ناديه الجديد على ملعبه ضد دارمشتات الصاعد حديثا، بينما سيواجه بطل الدوري الألماني في الموسم الماضي بايرن ميونخ في الجولة 14 في شهر ديسمبر المقبل. أما الدولي المصري مصطفى محمد يأمل في وضع بصمة مع فريقه نانت في الدوري الفرنسي خلال الموسم المقبل، وذلك عقب انضمامه إلى الفريق الفرنسي بصورة نهائية قادما من جالاتاساراي التركي في الصيف الجاري، حيث قام النادي الفرنسي بتفعيل بند شراء الدولي المصري بعد دفع ما يقرب من 6 ملايين يورو. ويبدأ مصطفى محمد مشواره مع نانت في الدوري الفرنسي بمواجهة تولوز يوم الأحد 13 من أغسطس الجاري.
أخبار الطقس، حيث يتوقع خبراء الأرصاد الجوية يسود البلاد اليوم الاثنين طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب ليلا على الأنحاء كافة. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة. وإلى ختام النشرة، وهذا تذكير بأهم ما جاء بها من عناوين. الرئيس السيسي يشدد على بذل أقصى الجهد لاستيعاب الضغوط التضخمية مع الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية. مدبولي يترأس اليوم اجتماعات الدورة 31 للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة. الرئيس الأوكراني يؤكد أن بلاده تحرز تقدما بفضل أنظمة الدفاع الجوي الأمريكية والألمانية. وللمزيد من الأخبار يمكنكم تحميل تطبيق إكسترا نيوز من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي أو من خلال الكيو آر كود الظاهر على الشاشة. شكرا لكم ومشاهدينا الكرام على طيب المتابعة. تقبلوا تحياتي أنا سوزان شرارة وزميلتي سارة عبد الله وفريق العمل.